امبابي يا امبابي، انت قاعد بتلعب كوره وقناه ابو كبير ميديا جت تصور معاك لايف. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ امسك ده بسرعه، امسك ده. ايوه كده، خد ده كمان بقى بقول مع لك كده، نفسك. انت بقى لا مع معايا نفسك معايا في اللايف. السلام عليكم اعزائي مشاهدي ومتابعي منصه ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. زي ما احنا شايفين كده، نجم منتخب فرنسا ونجم نادي باريس سان جيرمان امبابي. امبابي هنا عامل قلق في مصر، سايب ماتش ربع نهائي كاس العالم وجاي هنا بقى يفرح الاطفال ويلعب مع الاطفال. هنتابع معاكم دلوقتي تاريخ امبابي الكبير والعظيم، وهنشوف مهاراته وهنشوف ابداعاته، وكمان لاول مره النجم العالمي اللي مكسر الدنيا هيتحدى نجوم العالم كريستيانو ميسي نيمار. هنشوف دلوقتي وهنتابع معاكم، تابعونا. اتفضل. في الاول كده عايزين نشوف بقى مهاراتك وابداعاتك، وبنرحب بيك على منصه ابو جمير ميديا. اهلا وسهلا بابو جمير ميديا، وتحياتي شعب مصر العظيم. وانا دلوقتي بتحدى نيمار وميسي وليوناردو، فانا لو عايز تشوف اي حاجه معايا اجيبهم دلوقتي. عايزين نشوف بس المهارات بتاعتك الاول، ولعبك بالكوره كده وتظبيطك والنطه بتاعتك الجميله. تمام، ممكن تورينا؟ ماشي. زي ما احنا متابعين معاكم دلوقتي شبيه امبابي، وزي ما بيقولوا كده امبابي الغلابه، حاجه كده جميله لقيناها في شوارع القاهره. زي ما احنا شايفين كده لعيب، لعيب عالمي، مواصفات عالميه. الله ينور عليك. يا سلام، الشقلبه ديت هي سر نجاحك. قول لنا بقى، يعني كلمنا اكتر عن نفسك، وانت يعني الناس بتقابلك ازاي في الشارع والناس بتستقبلك ازاي؟ ممكن بقى تكلمنا اكتر عن نفسك. والله انت زي ما انت شايف وجيت دلوقتي، شايف الناس بتسلم عليا وبترحب بيا، اللي انا شبيه امبابي. انا شبيه امبابي، بس انا بقول له ربنا معاك وان شاء الله تاخد كاس العالم. فهنا اللهم صل على النبي، اخواتي وحبايبي مشرفين بيا وبيتصوروا معايا في اي حته بنزل فيها. اخواتي بيتشرفوا بيا وبيتصوروا معايا، ودي حاجه بسطاني وفرحان بيها والله، يعني الحمد لله. الحمد لله. اكيد بقى زي ما الناس بتشجعك وبتحبك، في ناس بتنتقدك، ممكن تقول لنا بقى ايه الانتقادات اللي بتجي لك؟ والله انا عادي، انا مش يعني ما بزعلش من حد. هو شايف، هو وجهه نظره كده. في ناس بتقول لي انبوبه، وفي ناس بتقول لي فرع امبابه، وفي ناس بتقول امبابي عليه ديون، وفي ناس بتقول ده امبابي لايف. فدي كلها حاجات يعني انا اشكرهم بجد بجد، يعني اشكرهم اللي هم بيشوفوني وبيكتبوا لي كومنتات. دي حاجه مفرحاني، كان سلبي وايجابي دي حاجه بسطاني. قول لنا بقى، يعني بدل انت شبيه امبابي او زي ما بيقولوا كده عليك امبابي الغلابه، تتوقع ايه بقى للنجم العالمي النهارده في ماتش؟ ان شاء الله من غير ما قطع هيكسب بسكور عالي وهيشرف فرنسا. وقبل برضك، ما انا يعني انا بحب كليان امبابي، بحب فرنسا، واحنا كلنا واقفين في ظهر المغرب اللي هم مشرفينا في كاس العالم. وبرضك بقى بعت رساله هنا لاخواتنا القطريين اللي هم يعني التنظيم العالي اللي هم عاملينه في كاس العالم. دي حاجه مشرفه العرب كلها، وكفوا ليهم بجد. تحيا قطر، ومن مصر تحيا قطر، وان شاء الله من غير ما اقطع المغرب هتشرفنا في كاس العالم. اغرب موقف قابلته في الشارع كان ايه؟ لا انا في مواقف كتير يعني مريت بيها، واحلى مواقف يعني مش عايز اقول لك. في واحد كان معايا في التحرير، يعني انا كنت واقف بجيب حاجه من الكشك، وشاب ماشي بمكنه فصدم في عربيه من بصيته ليا، فنزل فقال لي انا لسه متفرج. كان ساعتها كان بيلعب في باريس امبابي قبل كاس العالم، فقال لي انا لسه شايفك في باريس، ايه اللي جابك هنا؟ وانبسط او اتصور معايا. فدي حاجه كانت جميله جدا، يعني حاجات جميله جدا ومواقف مضحكه ومواقف جميله من الشعب المصري الجميل. قول لنا بقى، يعني انت الكوره دي انت واخدها هوايه من صغرك، ولا اول ما اكتشفت الشبه ده؟ لا انا كلنا بنحب الكوره، يعني الكوره احنا بنحب الكوره. انا اهلاوي وبحب الاهلي ابا عن جد، تمام، واهلاوي صميم. ولو الزمالك بيلعب في بطوله افريقيه بنشجع برضك الزمالك، اخواتنا وحبايبنا، احنا كلنا مصريين ومعروف طبعا على الشعب المصري الطيابه والرجوله والجدعنه. عايزين بقى نشوف كذا كام حركه منك والنطه بتاعتك والرعشه بتاعتك. اتفضل. زي ما احنا سمعنا يا جماعه من شبيه امبابي، او زي ما بيقولوا عليه امبابي الغلابه، نجم منتخب فرنسا الجامد
هنا مكسر الدنيا في القاهرة حاجة كده جميلة. الله ينور عليك. الله عالمي والله. اخواتنا وحبايبنا، انا بحب اشقر يعني، انت زي ما انت شايف كده، انا ميسي ونيمار و موجودين هنا، ميسي ونيمار كمان معايا. لا 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 معايا، انا جايبهم. هتعمل بيهم ايه بقى دلوقتي؟ لا انا هتحداهم دلوقتي. هتحدى ميسي ونيمار وليناردو معايا. بس مين هتحدى ايه؟ ميسي ونيمار وكريستيانو. تمام كريستيانو تمام. تمام ممكن نشوف. يلا اتفضل. دول بقى احلى ناس في الدنيا اخواتنا، يعني الناس اللي بص جايين عايزين يتصوروا معايا وبيعملوا معايا فيديوهات وعاجبهم المحتوى بتاعي، فاحنا هنلعب مع بعض دلوقتي، ويا ريت يعني الناس كلها تشجعهم. واي طفل يا جماعه عاوزني اجيله انا تحت امره. يلا بقى ورينا بقى مهاراتك انت والنجوم. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، يعني امبابي وعامل كمان نسخ مصغره من اللعيبه، حاجه كده جميله جدا. وكل الفكره ان هو بيفرح الاطفال، وشغلانته هو بيفرح الاطفال. الله عليك. مين ده؟ ميسي. ما جاتش المره دي بقى حبيبي والله. احنا لازم نبسط الناس. عايزينك بقى تعمل لنا كام فقره انت والاطفال بقى، يعني يقفوا جنبك بس الاول. تعالي. ده كريستيان معايا. مؤمن. لا انت محمد. مؤمن ومحمد ومحمد. تمام. دول بقى الاطفال اللي انت بتبدا تعمل معاهم فيديوهات. هو انا مش دول بس، يعني اي حد بيجي يقول لي انا عاوز اعمل معاك فيديو باب الغلابه بقول له يلا بينا بنعمل، بعمل معاهم فيديوهات. في ناس بتصور معايا برضك، بتصور معاهم بينزلوا لي صوري، فدي حاجه جميله وحاجه بسطاني. ده اللي انت بتحبه وده اللي انت شغال عليه. والله بص احنا يعني عاوزين نبسط الناس، ده هدفنا. مش هدفنا بقى اللي احنا نطلع نقول ولا نعيد ولا الناس تشوفنا، هو ربنا كرم من عنده، اللي هو ربنا يعني يديني الحته دي اللي انا افرح اطفال دي، شباب كبيره، ناس كبيره بتتصور معايا. برضك في موقف حصل معايا في المترو، يعني انا كنت راكب المترو وواقف على محطة المطارية، فواحد دخل اتفاجئ بيا لحد ما جيت نزلت من المكان اللي انا رايحه، يعني كان مبسوط بيا ويقول لي اعمل على السوشيال ميديا حاجة ربنا يكرمك. وبدعوات الناس صراحة بجد يعني ربنا كرمني، وده حاجة جميلة انا فرحان بيها. دي حاجة انت فاكرها من مواقف الناس؟ طبعا انا عمري ما انسى حد صراحة وقف جنبي، ومعايا اخويا علاء انا برضك لازم يجي ويطلع معايا في اللايف. ده من اكتر الناس يعني اللي بيدعمني وواقف معايا، اخويا علاء. قول لنا بقى، تقول ايه بقى للنجم؟ تقول ايه بقى للنجم العالمي دلوقتي شابين امبابي؟ هو بص ربنا يكرمه اول حاجه في الماتش بتاع النهارده بتاع بولندا وليفاندوسكي، عشان المنافسه النهارده اللي يخسر يروح، فربنا يكرمه في الماتش النهارده. وان شاء الله لو المغرب ما خدتش كاس العالم فرنسا ونحتفل بيه كلنا هنا، وان شاء الله ربنا يكرمه في الفيديوهات ويكسر منصات السوشيال ميديا كلها. انت بدات معاه من الاول؟ انا بادئ معاه من قبل اي حاجه، من قبل اي فيديو ينزل على القناه. احنا صورنا اول فيديو في المطره، وانت انا بادئ بقول يا رب اشوف امبابي وهو جاي لي. كانت فكره مضحكه يعني وعجبت الناس كلها الحمد لله، ومن هنا كملنا لما لقينا الناس فرحانه في فيديوهاتنا. شكرا جدا. قول لنا بقى انت اسمك الحقيقي. انا اسمي علاء. الناس هنا طلعوا اللقب ده عليا، الشباب الصغير ده مطلع عليا اللقب شبيه امبابي، والشباب الكبيره برضك مطلع عليا شبيه امبابي. حابب الموضوع او حابب الفكره؟ طبعا. يعني انت ما تكون شبه حد لعيب عالمي كبير زي كليان امبابي، فدي حاجه طبعا تبسطني. وغير كده وكده، انا قبل ما اعمل السوشيال ميديا انا الناس كانت بتتصور معايا، هو ده اللي شجعني اكتر. يعني الناس اللي كانت بتتصور معايا خلتني يعني اعمل السوشيال ميديا واعمل القناه على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام، فدي حاجه يعني بسطاني، وده نجاح ربنا كاتبه لي. فانا بشكر كل الناس، بشكر ربنا قبل اي حد، فالحمد لله ده ربنا كريم. نشوف كذا حاجه منك بقى وانت بتشوط على الجول. تمام. كذا حاجه كده بالكوره، يعني زي ما احنا سمعنا. تعالوا كده، تعالوا انتوا. زي ما احنا سمعنا كده من شبيه امبابي، يعني هو الفكره كلها ان هو بيفرح الاطفال وبيحاول يلعب مع الاطفال، هو بيحب امبابي ونفسه يعني كان نفسه زمان يلعب في نادي بس ما حصلش نصيب.
ايه سر بقى الرعشه اللي انت بتعملها؟ والله هو كنت امبابي عامل فيديو وعمل الرعشه دي. لا ايه ممكن توريهالنا؟ تمام. الرعشه دي كيليان امبابي هو عملها، واحنا اتفرجنا على فيديوهاته وخدنا حته من الفيديو بتاعه وكملناها احنا بالفكره بتاعتنا. فالفكره دي داخله في حوالي 15 مليون، فدي حاجه حلوه قوي وبسطانه والله، ربنا يبارك له. ما شاء الله. قول لنا بقى يعني نفسك فيه. انا نفسي بجد، يعني بجد انا نفسي يعني كيليان امبابي يجي مصر ويشرفنا او اقابله، كنت نفسي ان انا اروح قطر زي شبيه نيمار هناك، ونفسي اروح قطر. اي حد، انا راجل على قد حالي وراجل بسيط، فاتمنى ان حد يدعمني واروح قطر اشرف المصريين. عايز تروح هناك تتفرج على الماتشات؟ هتفرج على الماتشات واشوف رد الفعل. انا هنا رد الفعل صراحه من اللي انا بشوفه، ربنا يستر على كيليان امبابي، الناس كلها هنا بتحبه وبتدعي له، وانا عايز اشوف رد الفعل هناك في قطر زي هنا، عشان انا مش عاوز برضك اضحك على نفسي ولا اضحك على الناس. عايز تشوف رد الفعل من الناس الاجانب مش المصريين؟ بالظبط كده. انا هروح برضك لو في مشيت المغرب كملت في كاس العالم، افضل مشجع المغرب، وبرضك لو ما فيش نصيب هشجع فرنسا واقعد في المدرجات مع. توقعاتك ايه بقى الماتش النهارده؟ ان شاء الله من غير ما هيكسبوا سكور عالي. يكسبوا كام؟ 3-0. امبابي هيجيب كام جول؟ امبابي هيجيب 2. انت متوقع هيبدأ الماتش؟ ان شاء الله اساسي. هيجيب جونين؟ هيجيب جونين ان شاء الله. ان شاء الله يكسبوا، وبالتوفيق لمنتخب المغرب. قول لنا بقى يعني الناس هنا بتقابلك في المنطقة بتاعتك ازاي؟ بتعيش حياتك ازاي؟ الناس هنا بجد يعني مديني الدفعة القوية، شباب اطفال ناس كبيرة فرحانين بيا، وكمل انت المحتوى بتاعك جميل، بيفرح العيال الصغيرة، بيفرح الشباب، بيفرح الناس الكبيرة. الناس هنا انت لو جيت معايا دلوقتي وعديت من اي شارع هتسمع امبابي الغلابة، وفي منهم ناس يعني حابين للخير كتير قوي في المنطقة، فده كله يعني دي دفعة قوية. حتى عيالي يعني بمدني الدفعة دي وبيقولوا لي كمل. وانت ان شاء الله مكملين. ايه اللي جاي؟ ايه اللي انت بتعمله في اللي جاي؟ اللي جاي ان شاء الله من غير ما اقطع، احنا في كاس العالم ده احنا هنعمل تحديات قريب، تمام، مع الشباب اخواتنا، وننزل فيديوهات تحديات، واللي هيكسب هنديله التحدي اللي هو احنا متحدينا، اللي احنا مثلا يعني حاطين عليه التحدي. اي حد هيكسب هياخده مشكورا وهيبقى فرحان. دي الخطوه اللي جايه. ماشي، دي الخطوه بتاعتك اللي جايه. تمام. احنا بنحب نشكرك جدا جدا النهارده، يعني كنا مع شبيه امبابي. تعمل حركه بقى والشقلبه بتاعتك والرعشه عشان نقفل. اتفضل. زي ما احنا متابعين معاكم اعزائي مشاهدي ومتابعي منصه ابو كبير ميديا في كل مكان، ده امبابي الغلابه، حاجه كده مش موجوده. الله ينور عليك. دي الشقلبه بتاعتك بقى الجميله والشغل بتاعك العالي. بنحب نشكرك جدا جدا جدا، وشكرا جدا ليكم اعزائي مشاهدي ومتابعي منصه ابو كبير ميديا، وانتظرونا في لايفات تانيه كتير.